درجات حرارة أعلى من معدلاتها بكثير لمثل هذا الوقت من العام، وطقس حار إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، وليالي أكثر حرارة من المعتاد في الأيام القادمة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا استمر تأثر المملكة بالكتلة الحارة القادمة من شبه الجزيرة العربية، وكما نشاهد في خرائط درجات الحرارة، تبقى هذه الكتلة خلال الأيام القادمة في أجواء المملكة، مما يسبب الشعور بالإجهاد. لذلك نود التنبيه من عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس حتى في ساعات الليل. كما نشاهد في العاصمة عمان أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، ليالي أكثر دفئا وحرارة من الأيام الماضية، وسرعة الرياح تصل فقط إلى 10 كيلومترات في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة كما ذكرنا سابقا، درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلاتها ولكن دون تفارقات كبيرة، كما نشاهد من 36 إلى 37 درجة مئوية خلال ثلاثة أيام القادمة، أما ليلا من 23 إلى 24 درجة مئوية في العاصمة عمان. أما في مناطق المملكة نبدأها شمالا من إربد، تكون درجات الحرارة مرتفعة أيضا، درجة الحرارة نهارا 37 إلى 23، ليلا في المفرق 41 إلى 33، جرش 41 إلى 24، عجلون 37 إلى 23 درجة مئوية في ساعات الليل. في العاصمة عمان 37 إلى 24، في الزرقاء 42 إلى 24، بلقاء 37 إلى 24، مادبة 37 إلى 24 أيضا، والبحر الميت أجواء حارة 45 نهارا و 31 درجة مئوية في ساعات الليل. في الكرك 38 إلى 23، طفيلة 34 إلى 24، معان 38 إلى 23، في جبال الشراف 33 إلى 21 درجة مئوية، وفي العقبة أيضا أجواء حارة 44 نهارا و 29 درجة في ساعات الليل. في رويشد 41 إلى 25، صفاوي 42 إلى 27، وأخيرا في الأزرق 43 إلى 25 درجة مئوية. بعض التوصيات الهامة للتعامل مع هذه الكتلة الحارة، أولها عدم التعرض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات خلال ساعات النهار، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قصيرة، وأيضا عدم ترك المواد التي هي قابلة للاشتعال. نتمنى السلام للجميع، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.